ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهارده مع بعض صابونيه للجسم بالنيله الزرقاء. تعالوا نشوف مكوناتها ايه، هتفرق معانا جدا في الشاور لو استخدمناها كل مره. معايا اول مكون هو الصابونه الدوف، هبتدي ابشرها. عندي تاني مكون اللي هو ميه الورد، هحطه على الصابونه بتاعتي وهنقعها فيها شويه لحد ما تدوب. وبعد كده هجيب النيله الزرقاء، اخد منها معلقه وهخلطها بيها كويس جدا. بعد كده هجيب كريم الجلايسوليت بتاعي وهحط منه معلقه او معلقتين على حسب الكميه او القوام اللي انتوا عايزينه، وهبتدي اقلب كويس جدا. اقول لكم على فكره حلوه قوي، ممكن لو عندنا هاند بلندر علشان نسرع الوقت بتاعنا ممكن نضربها بيه بحيث ان الصابونه تدوب اسرع في الميه بتاعه الورد والمكونات عندي تتجانس اكتر. بعد ما هجيب الهاند بلندر بتاعي واضرب المكونات دي كلها مع بعض هتكون لي في الاخر قوام كريمي تحفه. هشيله عندي في اي برطمان واحطه في الثلاجه، وهبتدي ان انا كل ما اجي اخد شاور استخدمها على جسمي كله. النيله الزرقاء بتفتح الجسم حلو جدا جدا، طبعا الجلايسوليد معروف في ترطيب الجسم، مفيش بيت مفيهوش جلايسوليد. وبعد كده هبتدي ان انا اشوف النتيجه بتاعتي بعد كل شاور، لما اجي استخدمها هلاقي جسمي فتح من درجه لدرجتين. جربوها واستخدموها، ولو في اي حاجه اكتبولي في الكومنتس.